ومن مدينة شرم الشيخ تنضم إلينا ريهام أديب، مفادة التلفزيون المصري. أرحب بك ريهام، وحدثينا بشكل مفصل عن أبرز ما جاء اليوم من فعاليات في مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ. اهلا بك ليلى، وبرحب بكل مشاهدين على شاشه التلفزيون المصري في اليوم الخامس لمؤتمر كوب 27 لتغير المناخ، الحدث الابرز على الساحه العالميه بمشاركه دوليه واسعه النطاق. مصر تبهر العالم بهذا التنظيم الرائع المبهر لكل الفعاليات والجلسات الخاصه بهذا المؤتمر، والذي يحمل شعار معا للتنفيذ. في اليوم الخامس لهذا المؤتمر هو بيحمل عنوان البحث العلمي والشباب والأجيال المستقبلية، في الإشارة والتأكيد على أهمية دور الشباب بشكل أساسي في عرض كل الأفكار الخاصة بهم ومقترحاتهم وابتكاراتهم من أجل العمل على مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية على الطاولة مع صناع القرار، في محاولة لتحويل هذه الأفكار إلى قرارات يمكن أن تنفذ على أرض الواقع في مواجهة هذه القضية الخطيرة، قضية تغير المناخ، لأن الشباب هم المستقبل، وبالتأكيد هناك اهتمام كبير بالشباب وبالأجيال المستقبلية نظرا للآثار السلبية للتغير المناخي، أنها سوف تضر بكل الأجيال القادمة إذا لم يتم التصدي لهذه المشكلة الغاية في الخطورة والتي تهدد البشرية بالكامل. كذلك أيضا تم التطرق إلى دور البحث العلمي أيضا في التصدي لهذه المشكلة الخطيرة والوصول إلى الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر، وهو ألا يصل الاحترار العالمي إلى أكثر من 1.5 درجة مئوية، والعمل على خفض كل الانبعاثات الضارة. كذلك أيضا تم التطرق في جلسات اليوم إلى جلسة مهمة للغاية، هي جلسة التكيف والصمود، وتم الحديث فيها عما يعرف بأجهزة الرصد المبكر. هذا النظام أو أنظمة الرصد المبكر هي أنظمة لها أهمية كبيرة في العمل على الحد من التداعيات الخاصة بالتغير المناخي بشكل كبير. هذه التداعيات الغاية في الخطورة ليلى، لأنها هذه التداعيات إذا ما تم مواجهتها من خلال الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر ومن خلال البيانات التي توفرها بشكل أساسي الحكومات، وهذا ما تم التوصية به والتأكيد عليه، الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر ودعم الأنظمة الخاصة بالإنذار المبكر. كذلك أيضا تم التطرق إلى أن التكيف مع التداعيات الخاصة بالتغير المناخي تعتبر هي حجر الزاوية لمواجهة كل الآثار الخاصة بهذه الظاهرة الخطيرة أو الآثار السلبية الخاصة بالتغير المناخي، وذلك من خلال أيضا الحديث عن سوق أفريقيا للكربون. الكربون ومثلما تابعنا أنه بيعد من أبرز الآليات المهمة جدا للاستثمار في المشروعات الخضراء، وبشكل خاص في القارة الإفريقية التي تعاني بشكل كبير من الأضرار الخاصة بالتغيرات المناخية. تم الحديث أيضا ومثلما تابعنا خلال اليوم الخاص بالتمويل عن المنصة الطوعية المتعلقة بتداول شهادات الكربون، وهي بتعتبر آلية مهمة للغاية من آليات التمويل، آلية من آليات التمويل المبتكر، وبتستهدف في الأساس أن يتم يعني إدراج القطاع الخاص لكي يكون عنصر فاعل في عمليات تنفيذ المشروعات المتعلقة بالاستدامة، بالإضافة أيضا إلى الحديث عن أهمية المبادرات الوطنية مثل مبادرة نوفي، هذه المبادرة التي تعمل على الاستثمار بشكل أساسي في مشروعات الغذاء والطاقة والمياه، والتي أيضا تعمل على أنها بتجمع كل المشروعات المتعلقة بالاستثمار الأخضر بكل تفاصيلها لكي تساعد في التنمية المستدامة وتساعد في المشروعات التي تتسم بالاستدامة ورؤية مصر 2030. كذلك أيضا تم الحديث عن التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية، وذلك من أجل تنفيذ المبادرات الوطنية بدءا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وأيضا المبادرات المختلفة مثل اتحضر للأخضر
والتحول إلى الأخضر. وربما مدينة شرم الشيخ ليلى الحقيقة خير دليل وخير نموذج ملهم أمام العالم بأسره للمساحات الخضراء الشاسعة التي تتسم بها مدينة السلام، والتي تحولت إلى مدينة خضراء بشكل كبير في المنطقة الخضراء. أيضا ليلى أود أن أضيف هذه النقطة لأنها في منتهى الأهمية، بيوجد نموذج لمشروعات حياة كريمة، هذه المبادرة الرئاسية الأضخم والأكبر التي تعمل على تنمية الريف المصري. هذه المشروعات من خلال ورش عمل ومن خلال الكثير من العناصر الشبابية التي تسهم في تقديم هذه المشروعات لكل الزوار والموجودين في هذا المؤتمر، طبعا من الوفود المختلفة والخبراء أيضا المعنيين بالبيئة. وبالتالي المنطقة الخضراء لها أهمية كبيرة أيضا ضمن الفعاليات التي نشهدها في مؤتمر كوب 27 لتغير المناخ. نعم ريهام، بالتأكيد كما نتابع يشهد المؤتمر حالة من الزخم والفعاليات الكثيرة، لكن لو تحدثنا تحديدا عن الغد وما الذي ننتظره من فعاليات في إطار هذا المؤتمر؟ هناك الكثير من الجلسات، وكما تعلمين ليلى يعني كل يوم من أيام المؤتمر بيشهد يعني عنصر مهم جدا من العناصر الرئيسية التي تعمل على الحد من الآثار الضارة للتغير المناخي. هناك يوم العلم، هناك يوم البحث العلمي والشباب والأجيال المستقبلية الذي كان يوافق اليوم، يوم التمويل، يوم التنوع البيولوجي، والكثير من المفردات المهمة للغاية. وربما هناك يعني مصطلح تم استخدامه لأول مرة ضمن هذا المؤتمر عن باقي المؤتمرات السابقة، وهي الخسائر والأضرار وضرورة التزام الدول الصناعية الكبرى بكل تعهداتها ومعالجة كل الأضرار والخسائر التي لحقت بالدول الفقيرة والنامية والتي تعتبر أقل تأثيرا في تحقيق أو في يعني لم تؤثر في التغيرات المناخية مثلما فعلت الدول الصناعية، ولكنها تضررت بشكل أكبر وهي غير قادرة على مواجهة كل هذه الأضرار، وبالتالي تحتاج بشكل أساسي إلى أن يكون التمويل يتم بشكل عادل، وفي التدفقات المالية لابد أن تتم بشكل عادل لهذه الدول الأفريقية والدول النامية والدول الفقيرة التي تعاني من الآثار والأضرار الخاصة بالتغير المناخي. هناك الكثير من العناصر والجلسات ثرية للغاية ليلى، والتي تناقش كل ما يتعلق بكيفية تحويل قرارات القمم والمؤتمرات السابقة لتغير المناخ إلى واقع ملموس ينفذ على أرض الواقع ووفقا لمدى زمني معين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك ريهام ديب مفادة التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مدينة شرم الشيخ مدينة السلام مقر انعقاد مؤتمر كوب 27.